لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان. أهلا بكم سيدي. كشفتم في المركز عن سجنين سريين في ديالى، ما تفاصيل المعلومات التي وردتكم عن هذين السجنين؟ نعم، يعني كتب للمركز معلومات من هنا وهناك، وفي محافظة ديالى التي أبلغ المركز قبل يومين أن هناك سجون سرية تابعة للميليشيات في المحافظة، لا سيما أن هذه المحافظة تخضع تحت سيطرة ميليشيا نادر، وبالتالي فإن المعلومات التي جاءت من أحد المعتقلين الذي كانوا في هذه السجون وأبلغ عنه بمبلغ مالي قبل أن هذه السجون، السجن الأول في ناحية أبي صيدا ويهرب السجن من أبو صيدا ومن حوالي 5000 مدني وهم من المخطوفين على يد ميليشيا بدر، ويدير هذا المركز وزير السنيني وحافظ الرباعي، وأيضا يسمى السجن الثاني في مقر الفيلق الثاني معسكر المنصورية ويقطع فيه 2000 مدني تم خطفهم من بقية المدن التي تشهد عمليات مسلحة مثل فوز خرمات وسلمان بيك وحزام بغداد وديالى وغيرها من هذه المناطق، وكلا السجنين هما تحت قيادة ميليشيا بدر وأيضا تحت إشراف زياد السليمي وحدة الزرقوشي. السيد عمر، ممارسين عمليات تعذيب وتصفية ممهدة للمعتقلين كل ما الهدف من إنشاء هذه السجون السرية بعيدا عن أي إشراف قضائي عليها؟ يعني هذه السجون هو لأهداف يعني متعددة، أولها هو التصفية الجنسية ويعني الانتقام بحد ذاته، ومن ثم يعني الطائفية والتغيير الديموغرافي، وكل هذه المؤشرات تدل على ان هذه الممارسات الممنهجه التي تستهدفها الميليشيات والقوات الحكوميه في هذه المحافظات، والمعروف ان محافظه ديالى هي تعد عنقا استراتيجيا لايران ولتنفيذ مخططاتها في العراق، وبالتالي فان هذه العمليات او هذه السجون تقع تحت يعني عنوان التغيير الديموغرافي وحسم السيطرة على هذه المناطق بالقوة والتعذيب، ومن ثم بسط هذه الميليشيات على حساب هذه الرقابة التي تنتهك هنا وهنا، والمجتمع الدولي قاصر في إيقاف هذه الهجمات الممنهجة وقاصر في ملاحقة ومرتكبي هذه الجرائم. بتزامن مع كشفكم عن احتجاز آلاف السجناء، هل من معلومات عن هؤلاء المعتقلين أو ظروف اعتقالهم؟ لحد الآن يعني المعلومات هي يعني التعذيب الممنهج صباحا ومساء، ومن ثم الاغتيالات المنظمة والإعدام خارج القانون، هي ولا يعرف بها الا من يعني دخلها، وبالتالي فان التعذيب هو السمه الاساسيه والصفه الرئيسيه في هذه السجون، ويعني عندما نقول التعذيب على يد الميليشيات بسمه طائفيه وبانتقاميه، فيعني الكل يتصور حجم هذه المعاناه وحجم هذه الانتهاكات الجسيمه التي تحدث للمعتقلين في هذه السجون. تقارير وزارة العدل لم تكشف عن أماكن تواجد المغيبين، كيف يفسر عدم اطلاع الجهات القضائية على أماكن الاعتقال السرية؟ يعني وزارة العدل وغيرها من الوزارات، لا وزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع ولا حتى رئاسة الوزراء ولا رئاسة الجمهورية تعرف هذه السجون وأين هي ومن يديرها وكيف هي وكيف تتم عمليات الاعتقال، وهو معروف لدى الجميع على يعني ان هذه الميليشيات هي دوله داخل دوله وهي التي تحكم وهي التي تسيطر، فلا يعني تتجرأ وزاره العدل ولا غيرها من الوزارات الحكوميه بان تعترف او تدلي بمعلومات عن اماكن هذه السجون، وبالتالي اذا من يتقرب من هذه السجون فان مصيره اما
الإقالة وإما التغيير وإما غيرها من المعاملات التي تقوم بها هذه الجهات تجاه من يترصد بهم أو يكشف معلومات عنهم. وهذه المظاهرات هي أيضا يعني مقصرة في عملها وأدائها، وهي أيضا هناك هجوم تمارس تابعة لهذه الإدارة تمارس فيها أنواع التعذيب والممارسات الإنسانية، وبالتالي فإنهم يعني وجهين لعملة واحدة، إن نقول أن هذه هي متممة للأخرى، ولا يمكن الحديث عن هذه التفاصيل بشكل دقيق، لأن هذه المعلومات يعني قد تكون يعني واضحة وقد بعضها مخفية، ولا يمكن تصور حجم المعاناة التي تكون للمعتقلين في هذه السجون سواء في السجون الحكومية أو الخاصة. شكرا جزيلا لك عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.